كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أوائل الكليات اللي تم إنشائها في مصر بالقرار الوزاري سنة 1995، وبدأ دخول الطلبة فيها في سنة 96 تحت مسمى كلية الحاسبات والمعلومات. وطبعا المجال بتاع الحاسبات والمعلومات ده مجال شديد التطور. احنا في 2019 طلع قرار وزاري بتغيير اسم الكلية إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لإبراز دور الذكاء الاصطناعي في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الحوسبة. الكلية من أول يوم بفضل الله يعني طلعت خريجين على مستوى عالي ومنافس على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والدولي، يعني ودي كلمة يعني نقدر نقولها بمنتهى الاعتزاز والشفافية. يعني عندنا أوائل الكلية من أول يوم كانوا بيحصلوا على منح دراسية في الخارج، ممولة طبعا من الخارج. المنح الدراسية دي كانت لا تشترط أكتر من إن الطالب يكون كويس في مستوى اللغة الإنجليزية اللي هي التويفل والكلام ده يعني. طبعا منح ماجستير ودكتوراه، الطالب هناك بيحقق مراكز متقدمه كما هي العاده في مصر عموما وفي جامعه القاهره على وجه الخصوص. يعني الخريج بتاعنا اللي هو بيشتغل في سوق العمل كان منافس قوي جدا للخريجين من اللي كانوا في الوقت ده من البدايه، واصبح على قمه العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات. المناهج في الكلية هنا بتبقى متطورة بحيث ان الطالب بيطلع يشتغل على طول مباشرة في سوق العمل دون الحاجة الى فترة تأهيل او اختبار او كده. الدراسة هنا دراسة جادة بتعتمد على الانتظام، لازم الطالب يحضر حوالي كحد ادنى 75% من اجمالي المحاضرات والمعامل، وبناء عليه بيطلع يعني مؤهل للعمل في المجال اللي هو المتعارف عليه محليا، وممكن كمان في مجال البحث العلمي لو كان عنده يعني المقدرة أو القدرة على إن هو يستكمل دراساته يعني بعد كده. البرامج اللي هنا طبعا في برامج بكالوريوس وبرامج ماجستير وبرامج دكتوراه شغالة من أول يوم، وبفضل الله يعني على مستوى الأبحاث في جامعة القاهرة كلية الحاسبات لها دور واضح قوي في رفع مستوى جامعة القاهرة إلى في الترتيبات أو في التصنيفات العالمية، نظرا لأن الأبحاث اللي هي بتصدر من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بتبقى من الأبحاث المواكبة للعصر. يعني العالم بيتكلم في موضوع، احنا هنا بنتكلم في نفس الموضوع، بنتكلم في السايبر سيكيورتي، بنتكلم في الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، كل هذه المجالات الباحثين بتوعنا والأساتذة والخريجين والكلام ده بيشتغلوا في هذا المجال. عندنا الطالب قبل ما بيتخرج بيعمل مشروع التخرج. مشاريع التخرج بنقدر نصنفها على إنها R&D، يعني Research and Development، بحث وتطبيق في معظمها. الطلبة بيحطوا رجلهم على أول طريق العمل في الخارج في المجالات اللي هي رفيعة في تطور الأنظمة التكنولوجية يعني، وطبعا استخدام أحدث التقنيات في الشغل. طبعا الكلية كرافد من روافد المعرفة الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي كانت يعني مسخرة لنشر الثقافة اللي هي المتعلقة بالحاسب الآلي داخل الجامعة على مستوى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب. طبعا في جامعة القاهرة كنا احنا عندنا منصة إلكترونية عشان التواصل مع الطلبة بطريقة اللي هي الأونلاين، فكانوا الأساتذة بتوع جامعة القاهرة من ضمن فرق العمل اللي هي كانت بتسهل يعني استخدام الأساتذة لهذه التكنولوجيات في وقتها، وأعتقد إن احنا نجحنا بشكل قوي جدا في فترة
الكورونا، وتقريبا نقدر نقول ان الطلبه ما حسيتش بفرق كبير نتيجه كانه شايف الدكتور قدامه، المحاضرات يتم بثها بشكل مباشر وتسجيلها واعاده بثها بالنسبه للطالب، الامتحانات الالكترونيه، كل هذه الاشياء طبعا دي كانت يعني اثبتت استعداد الكلية لأي طارئ عموما، وطبعا من وراها جامعة القاهرة. يعني التعليم الإلكتروني، وأنا عايز أزود عليه اللي هو التعليم الإلكتروني الذكي، ده هيبقى موجة جديدة من نظم التعليم بيتم الاستفادة بيها من الخبرات المتراكمة في المجال العملية التعليمية. فالنهاردة بتطلع تكنولوجيات جديدة لها علاقة بالتعليم الإلكتروني، زي مثلا فكرة الدكتور أو المدرس الافتراضي، الفصل الافتراضي. يعني إيه مدرس افتراضي أو فصل افتراضي؟ هو عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي بنسميه بوت يعني أو روبوت. البوت أو الروبوت ده بيحل محل الدكتور في الشرح، وهو عبارة عن برنامج في الآخر. يعني ينفع الطالب على مدار ال 24 ساعة يتواصل مع هذا البرنامج كأنه دكتور، يسأله الدكتور يجاوب عليه من واقع قاعدة البيانات اللي موجودة أو قاعدة المعرفة. ممكن يتابع حالة الطالب، ممكن في ببعض الوسائل ياخد رد فعل الطالب على عملية الشرح، وبالتالي ممكن يعيد له السؤال مرة، يعيد الشرح مرة أو اتنين، أو عشان يفهم الطالب بشكل كويس. احنا داخلين على العصر ده، فاحنا طبعا على المستوى الأبحاث في الحاسبات طبعا في جزء كبير جدا من الأبحاث مركز على التقنيات المتعلقة باللي هو نسميه التعليم المشخصن أو البرسوناليزد إديوكيشن، أو التعليم اللي هو التوافقي اللي هو المتكيف الذي يتكيف مع وضع الطالب ووضع الدكتور. فالموجة دي احنا عندنا استعداد ان احنا ندخلها على مستوى الأبحاث وعلى مستوى التطبيق. طبعا اللي موجود حاليا نقدر نقول خطوة في بداية طريق طويل. بفضل الله احنا هنا في مصر عموما وفي جامعة القاهرة نقدر نقول ان احنا مواكبين لهذا التطور بنسبة يعني بدون مبالغة تصل الى 100% تقريبا. يعني طبعا داخلين على موسم الامتحانات، فطبعا الطلبه دلوقتي كلهم همهم ان هم بيذاكروا، ان شاء الله ربنا يوفقهم ولادنا الطلبه والامتحانات تبقى شغاله، وبعد كده اجازه نص السنه، وبعدين ان شاء الله فبراير الترم الجديد. لو بنبذه سريعه يعني اتكلم على اهم الانشطه الخاصه بوكاله المجتمع والبيئه. طبعا بالنسبه للمجتمع احنا شاركنا الحمد لله في معرض تحت مظله جامعه القاهره، وكان في بوسترز وفي بوس وشاركنا فيه، وطبعا كان في مسابقات الحمد لله. فريق من الكلية كان مشروع تخرج خد جايزة الثانية على أحسن ابتكار للطلاب، فده الحمد لله كان حاجة إنجاز جيد يعني على مستوى كل جامعات القاهرة. احنا برضو كذا فريق شارك في مسابقات في الأمن السيبراني سايبر سيكيورتي، والحمد لله فزنا في جميع المسابقات الحمد لله، 3 فرق وخدوا مكافآت سخية. يعني كل فريق خد 10,000 جنيه، في المركز الثاني خدوا 35,000 جنيه. فالحمد لله ده كان مشاركة جيدة الحمد لله، وغير ان احنا كنا بنبعت اتوبيسات يعني للطلبة اللي عاوزين يحضروا بجرد يحضروا المعرض غير المشاركات ديت. فكان كل يوم في الحمد لله الجامعة عن طريق رعاية الشباب بتوفر اتوبيس او اتوبيسين الصبح بيروحوا الطلبة لغاية، لان هو طبعا بعيد عن جامعة القاهرة، كان في عند مسجد المشير يعني اللي هو المعرض. احنا برضو عملنا الشهر اللي فات ملتقى توظيفي مع او ندوة. الندوة دي كانت مفيدة جدا للطلبة والخارجين، هم ان شاء الله هيوظف عدد من الطلبة، بس بخلاف ذلك احنا خدنا فكرة ايه هو التحول الرقمي. طبعا بنك عريق ورائد، وهو يعني من اللي بنى اقتصاد مصر الحديث من ايام محمد طلعت باشا، طلعت حرباشا، دلوقتي هم يقودوا التحول الرقمي في مصر. فاحنا الحمد لله كان في المهندس بهاء اللي هو نائب مدير اداره التحول الرقمي، وكان في كذا مدير في الاتش ار وكذا مدير في المهندسين يعني في حته التحول الرقمي، فهمنا ايه اللي بيعملوا التحول الرقمي ازاي، فعلا
كل اللي انا قادر معاملاتي اقدر اعملها دلوقتي سواء كشركه او كفرد اقدر اعملها عن طريق الموبايل بتاعي. طبعا ده انجاز كبير جدا بيسهل عمليه الفاينانشال ترانزاكشنز الماليه، المعاملات الماليه، وده مهم جدا في الاقتصاد الرقمي ان شاء الله اللي هو يبقى دافع للاقتصاد المصري ككل. يعني احنا ان شاء الله في انتوا عارفين ان في مبنى بين السرايات هيتفتحوا هو مركز الابداع الرقمي او التكنولوجي لوزاره الاتصالات. احنا ان شاء الله في تعاون معاهم ان شاء الله، وابتدينا نتكلم مع معهد تكنولوجيا المعلومات. طبعا معهد تكنولوجيا المعلومات ده معهد عريق، انا كنت اتشرف ان انا كنت اشتغلت فيه يعني، وكنت من اوائل الدفعات اللي خدت فيه. فاحنا ان شاء الله هم جم هنا الحمد لله قريب منا في مبنى بين السرايات، ففي تعاون منهم وتعاون مع الاي تاك اللي هم برضو بيعملوا حضانات وبيعملوا دعم المشاريع التخرج وبيعملوا برضو اللي هو ريادة الاعمال. فده احنا شغالين الحمد لله مع وزارة الاتصالات سواء عن طريق او طريق الاي تي اي. ايه تاني؟ احنا برضو عملنا ندوة مع وزارة الاتصالات مع عالم رقمي، جبنا فيها شركات كتيرة واتكلمنا عن الشركات ديت، ايه المهارات اللي مطالباها، ايه هي فرص التدريب، فرص التمويل لو واحد عاوز يبقى عامل شركة. لان ميزة قطاع الاي تي انه سهل قوي ان انا اعمل شركة، يعني عشان اعمل مصنع مثلا لازم ارض، وارض كبيرة، ولازم تمويل، واجيب الات وحاجات كتيرة قوي، واستورد مواد خام. ميزة بقى القطاع الاي تي انه هو ممكن يبقى عدد قليل، ممكن حتى يبقى قاعدين مثلا كل واحد قاعدين في ماسك اللابتوب بتاعه، ممكن يبقى عندهم مكتب صغير ويقدروا يتعاملوا، وفي كتير جدا بيعملوا اما فريلانسر او بياخد شغل من الباطن من شركات كبيره بره ويشتغلها. فطبعا بس عشان يوصل للمستوى ده لازم يبقى في تدريب، احنا بندربهم هنا في الكليه، بندي لهم البيزك سكيل والبيزك كونسبت. في وزاره الاتصالات عامله برامج كتيره جدا ومبادرات صراحه رائعه، وطبعا انا احيي الدكتور عمرو اللي هو وزير الاتصالات، راجل ممتاز يعني بالدعم اللي بيعمله سواء لينا ولكل الجامعات وللخريجين وللطلبه عن طريق الاي تي اي واي تي دا واي تاك وكل المبادرات وكل الاورجنايزيشن يعني. فالحمد لله يعني قطاع الاتصالات من اكبر القطاعات التي تنمو في مصر. انا لو تذكر يعني السنه اللي فاتت نمى ب 16%، ده معدل ممتاز وان شاء الله ينمو اكتر، وده فعلا فرصه للشباب بتاعنا ان هم الحمد لله كلهم بيشتغلوا في شركات مالتي ناشونال او هم بيعملوا شركات سواء في مصر او في دول الخليج، وفي منهم بيسافروا اوروبا وبيفتحوا شركات او بيتعاونوا مع شركات وكده. فاحنا ده كانت الندوه. طبعا الندوه جم ناس من عالم رقمي اتكلموا عن ايه فرص التدريب وايه فرص التمويل برضو، خلاص سواء من الوزاره او من الشركات والقطاع الخاص وهكذا. طبعا احنا برضو في شغل كتير الحمد لله بنعمله مع اتحاد الطلبه. احنا كل بدايه عام دراسي او بدايه ترم بنقعد مع اتحاد الطلبه، لان احنا بنشوف ايه طلباتهم سواء بالنسبه للتواصل الخارجي او يعني بيبقى احنا اتحاد الطلبه ده مهم جدا ان هم يتواصلوا يعرفوا ايه الدنيا فيها ايه، سواء الوزارات فيها ايه، الانجازات اللي في البلد فيها ايه، الشركات اللي فيها ايه. فده كل شويه بنشوف برضو طلباتهم ونشوف احنا عندنا برضو خطه تواصل مجتمعي مع اتحاد الطلبه، لان في الاخر انا يهمني جدا ان الطلبه يبقوا اوير بالعالم الخارجي. طبعا احنا في الطلبه في جزء اللي هم المناهج الدراسيه والامتحانات الخ الخ الخ، انا بكمل على هذا الشغل اللي هو بقى ايه، طب الدنيا فيها ايه، لما يجي يتخرج يبقى عارف السوق فيه ايه، الشركات فيه ايه. نعمل لهم زيارات متعدده ان شاء الله، فدي بتبقى خطه مع اتحاد الطلبه بنعملها في بدايه العام في بدايه كل ترم ان شاء الله. يعني بالنسبه للاهتمام دلوقتي في البحث العلمي احنا بنركز تماما على المعالجه على التوازي، لان المعالجه على التوازي كل دلوقتي مطلوبه في جميع التخصصات. ما معنى المعالجه على التوازي؟ المعالجه على التوازي ان انا عندي كود او برنامج بيحل مشكله معينه، مطلوب وخاصه التطبيقات اللي بنقول عليها التطبيقات التي ليها حساسيه شديده بالوقت. يعني ايه حساسيه شديده بالوقت؟ يعني لازم اخد الرد الفعل المناسب في الوقت المناسب. لو انا خدته قبل كده طبعا ممكن يبقى في كارثه او يبقى ما فيش اي تاثير، لكن ما بعدها دي اللي بتبقى فيها كارثه. فهنا المعالجه التوازي بالظبط كده، ان ازاي انفذ هذا الكود بحيث يتنفذ بسرعة عالية جدا ويديني النتيجة اللي أنا أقدر أخد بها القرار في الوقت المناسب. ده ما معنى المعالجة على التوازي. طبعا ده مجال كبير والحمد لله يعني احنا قاطعين شوط فيه حاليا. دلوقتي كل الأنظمة السوفت وير هي أنظمة موزعة، ما عادش برنامج ولا باكيج كده من التطبيقات على كمبيوتر واحد، لا أصبحت دلوقتي كل التطبيقات كلها في جميع الاتجاهات موزعة على
مجموعة من السيرفرات، وممكن دلوقتي دخلنا كمان على حاجة اسمها الحوسبة السحابية. فكل التطبيقات بقت موزعة. طب العملية تمشي ازاي والامور تمشي ازاي؟ في طبعا مشاكل كتيرة جدا احنا بنتناولها، بس اهم حاجة دلوقتي فعلا واللي اتحقق الحمد لله الكلية يعني عملت مركز فيه، اللي هو ما يسمى البيانات الضخمة او البيج ديتا. ايه البيج ديتا؟ البيج ديتا بنقول احنا دلوقتي احنا بنعوم او بنسبح في بحر من البيانات المختلفة، من كلام، من صوت، من صورة، من فيديو. وطبعا هنا المصادر بتاعة البيانات دي كتيرة جدا. طيب يبقى انا عندي بيانات استفاد منها، لان فعلا دي ممكن تخش في تنمية في جميع المجالات وليس مجال الحاسب الآلي او الحاسب الكمبيوتر بس. وتساعد دعم في اللي هم صاحب القرار ان ياخد القرار. فطب انا عندي البيانات دي ومختلفة وكتيرة جدا، مطلوب ايه؟ مطلوب ان انا، وطبعا في مجالات مختلفة طبعا ما اقدرش انا امسك بقى البيانات الضخمة دي في كل المجالات، لا بنمسك يعني تخصص معين ونجمع البيانات من جميع المصادر، سواء الشبكات الاجتماعية، ودي زي ما نقول ده احنا غرقانين فيها برضه، التويتر وانستجرام والفيسبوك وبعدين بنجمعها برضه من على الويب سايتس، وبنبدأ برضه نجمعها من الجامعات على تخصص معين او على نقول مشكلة معينة. بهذا ناخد هذه البيانات ونحاول بقى نعملها معالجة، وهنا المعالجة على التوازي باينة قوي، لان مطلوب منها ان انا اعملها معالجة باسرع ما يمكن، بحيث اطلع انا ما بطلعش سوليوشن او حل، لا انا بطلع يعني قرار او بطلع استنتاج ممكن لصاحب القرار ياخد القرار المناسب من نتيجة او بناء على البيانات. الحمد لله كلية حققت نجاحات، والحمد لله في يعني زي ما نقول جهة اسمها دي مهتمة بالبحث العلمي، وفي يعني مجلات علمية كتير بننشر في هذا المجال. طلعوا تقرير قريب جدا من أسبوع، تقرير ما بين 2017 لغاية 2022، الباحثين المهتمين أو اللي ليهم تأثير فيما يسمى البيانات الضخمة. والحمد لله أنا كنت طلعت الثانية على أفريقيا، والأول على فكرة واحد من جامعة الفيوم، فإحنا اتنين من على مستوى مصر لأفريقيا كلها. طلع انا 33 على مستوى العالم من 500 عالم وعالمة، فده يعني صراحه تحقيق حلو قوي، طبعا هيرفع الرانك بتاع الجامعه، هيرفع الرانك بتاع الكليه. والحمد لله احنا عندنا يعني بحوث وابحاث وناس بتعمل ابحاث في مشاكل مختلفه اللي بتخص البحث. احنا يعني في قسم نظم المعلومات عندنا اثنين دايركشنز مختلفين احنا بنتحرك فيهم. الدايركشن الاولاني هو ان احنا بنقدم كل الخدمات التعليميه للطلاب بتوعنا. الطلاب احنا بنتكلم على ان انا عندي نوعين اساسيين من الطلاب، الطلاب الاندر جراد اللي هم بيدرسوا في الدراسات من اولى لغايه سنه رابعه، وطلاب البوست جراد اللي هم طلبات طلبه الماجستير والدكتوراه اللي موجودين عندنا داخل القسم. لما باجي اتكلم عن الطلبات دول احنا عندنا ميزه مهمه جدا، الا وهي نسبه الوافدين اللي موجوده في القسم. عدد الوافدين اللي موجوده في القسم خصوصا من افريقيا، من جيبوتي، من السودان، من فلسطين، ده عدد ضخم جدا. بالاضافه لكده نتيجه للمجالات البحثيه المتعدده المختلفه التي تواكب العصر اللي موجود عندنا في الوقت الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال الحاجه المهمه جدا الا وهي الداتا ساينس اللي هي علوم البيانات، عندنا عدد ضخم جدا من طلبة الماجستير والدكتوراه من الدول العربية الشقيقة اللي موجودين، من المملكة العربية السعودية، من دولة الكويت، وبالتالي عندي عدد ضخم جدا من هذه النوعية من الطلاب. يعني لما بنيجي نتكلم على نظم المعلومات، فأنا نظم المعلومات بتنقسم عندي لبيزك ساينس، مجموعة من العلوم الأساسية اللي بتتكلم زي داتابيز، زي قواعد البيانات، زي نظم المعلومات الجغرافية، زي هندسة البيانات، زي وهكذا. الجزء الثاني ألا وهي، ودي بقى من الحاجات الحديثة خالص اللي اعتمد عليها بعد كده الذكاء الاصطناعي، اللي اعتمد عليها تعلم الآلة، اللي اعتمد عليها انترنت الأشياء، وهي التعامل مع البيج داتا.
ان انا ازاي اتعامل مع البيج داتا، حجم البيانات الضخم جدا اللي بقى موجود عندنا، ازاي ان انا اقدر اتعامل معاها، ازاي ان انا اقدر اعمل لها اناليسيس، ازاي ان انا اقدر اعمل مانجمنت للداتا اللي موجوده. ده بيخلينا ان احنا بنواكب عدد ضخم جدا من الاتجاهات البحثيه الجديده اللي بتساعدنا في ان احنا يبقى لينا الاسم عشان نواجه التطورات اللي بتطلبها مننا الدوله، اللي بتمشي مع سياسه الدوله المختلفه اللي بقت طالبه الرقمنه في المجالات المختلفة، وخصوصا في نقل العلوم عشان يتم تطبيقها على الواقع المحلي اللي بقى موجود عندنا. في بعض الاستشارات اللي بتتم اللي بعدد ضخم جدا من الوزارات في مجال هندسة البيانات، في مجال إدارة المعلومات، إدارة البيانات، نمزجة البيانات اللي موجودة، ازاي ان انا اساعد الديسيجن ميكر او متخذ القرار ان هو ياخد قرار معين بطرق تكنولوجية حديثة. الحمد لله كمان احنا في القسم بقى عندنا عدد ضخم جدا من الابحاث المنشورة في الاعوام الماضية في مجلات عالمية بسكور عالي، وده بيساعدنا على ان احنا يبقى لينا امباكت معين مؤثر على المستوى العالمي وعلى المستوى الاجتماعي والفكري والاستخدامات كمان بتاعت التكنولوجيا داخل الدولة وداخل الوطن. احنا عندنا عدد من الخريجين اللي ليه تأثير قوي جدا، شغال في شركات دولية جدا، شركات دولية على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي والعالمي، وده حقيقة موجودين. احنا وصل بينا الحال دلوقتي ان احنا عندنا مجموعة من الخريجين 2003 و 2004 و 2005 ماسكين ادارات لبعض الشركات العالمية اللي موجودة هنا بمقراتها داخل مصر والشرق الاوسط، او حتى داخل بعض المجالات الشركات اللي موجوده في المجالات الاقليميه هم برضو ماسكين الاداره بتاعتها، ودي عندنا داتابيز باسمائهم، واسمائهم يعني بيجوا عندنا احيانا في بعض السيشنز اللي بيدوا خبراتهم وبيدوا ايه اللي اتعلموه من الكليه عندنا وايه اللي محتاجين للطلبه اللي موجودين دلوقتي في الاندر جراد، وبالتالي بحيث انهم يقدروا يكملوا مسيرتهم. وده بيدينا حتى احنا عاملين زي امباكت فاكتور كده بيقول لي عدد الطلبه بتوع الخريجين ايه، مين منهم ماسك مناصب في شركات دوليه، مين منهم ماسك في مناصب في شركات اقليميه، وبالتالي دي بتبقى عندنا عشان خاطر بتديني السمعه بتاعه الكليه بتاعتي على شكلها عامل ازاي، وكمان اقدر اواكب العلوم الحديثه اللي موجوده بان انا بغير في المواد بتاعتي بحيث انها تتواكب مع متطلبات سوق العمل.